حبايبي في كل مكان، يا رب تكونوا بخير واحسن حال. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم، النهارده هنعمل مع بعض بسكوت النشادر. هنعمله بطريقه كده حلوه جديده ومختلفه عن اي طريقه انت بتعمليه بيها. طريقه بجد والله العظيم وعلى ضمانتي، جربوها ومش هتندموا. بتدينا نتيجه كده هايله للبسكوت، بسكوت حلو كده ومش طري كده ولا ناشف، لا بالعكس بسكوت مقرمش كده وجميل. زي ما انتوا شايفين كده قدامكم واضح، شايفين البسكوتة معايا حلوة ازاي ودايبة. يلا نقول مقاديرنا ونبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس الاول لو اول مرة تشوفيني، ياريت تشتركي في قناتي، قناة مطبخ نورة بنت العمدة، وتفعلي الجرس علشان يوصلك مني كل جديد، ولك مني جزيل الشكر. هحتاج بقى المكونات اللي هنعمل بيها البسكوت بتاعنا اللي قلنا عليه، وان شاء الله ينال اعجابكم ويكون طريقه كده حلوه وجديده عليكي. بس والله طريقه حلوه ومضمونه، انا بعملها الطريقه دي بتعملها امي وانا بعملها. اي حد عملت له البسكوت ده قبل كده والله يشكر فيه وقال يعني حلو كده. اول حاجه بقى الحاجه الاساسيه بتاعتي اللي هي البيض. احنا بنعمل البسكوت النشادر بالبيض، دول 15 بيضه. البيض ده اللي انا ببني عليه المكونات بتاعتي. ال 15 بيضه هتحتاج مني 3 كوبايات لبن، 4 كوبايات سمنه، السكر 6 كوبايات، دول كوبايتين بس انا هفرغ وهملى تاني سكر. هحتاج هنا بودر كيس واحد، الفانيليا زي ما انت حابه، من 5 اكياس فانيليا لفوق زي ما انت تحبي، او لو عندك الفانيليا السائله. خميره النشادر اللي هو طبعا بسكوت النشادر، طبعا كلنا عارفين ان هو بيتعمل من النشادر. الخميرة دي بنجيبها من عند العطار او من عند اي حد بيبيع النشادر، بقول له مثلا عايزة مقدار 15 بيضة، عايزة مقدار 30، على حسب بقى البيض اللي انا بعمله. لو انت عايزة بقى الكمية بالظبط، دولة نص كوباية من الكوبايات اللي انتوا شايفينها. خلينا نراعي ان كل الكوبايات اللي بنستخدمها في البسكوت بتاعي تكون كلها متساوية. هي كده مقاديرنا ومكوناتنا. هتيجي تقولي لي بقى الدقيق، بصي بقى انا الدقيق على حسب العجينة بتاعتي. انا بعرف الدقيق، يعني انا يعني ما مش معيار معين. هنشوف العجينة مع بعض وفي الاخر علشان انت تعرفي هي هتاخد قد ايه، او الكميه بتاعتي دي والمقادير هتاخد قد ايه دقيق، انا هحسبها واقولك. بس هنشوف اللي هنعجنه وهنشوف العجينه مع بعض. يلا دلوقتي بقى نبتدي الطريقه ونشوف هنعمل فيه ايه. هجيب الحاجه اللي هعجن فيها كده، هننزل فيها السمنه بتاعتي. لو هضربها في المضرب، لو ما عندكيش مضرب عادي مضرب يدوي هتنفع، بمعلقه هتنفع. اهم حاجه ايه ان احنا نضربها كده كويس شويه حلوين. خلاص كده دلوقتي هنزل بالسكر بتاعي. هحط 6 كوبايات زي ما قلنا. هرجع اضربهم تاني. هحط
ادي كده السمنه والسكر بعد ما ضربناهم مع بعض. بص بقى، تيجي واحده تقول لي ده مش طريقه بسكوت ولا حاجه، انا قلت لك زي ما قلت لك من الاول، ده البسكوت على طريقتي او طريقه امي بمعنى اصح، احنا بنعمله كده في الصعيد، او مش كلنا كده، عامه في الصعيد بنعمله، كل واحد بيعمله بطريقته. وقلت لك الطريقه دي ان شاء الله هتعجبك وتحداكي، علشان ما تجيش واحده تقول لي لا ده مش بسكوت وده مش هي الطريقه. ضربت كده السمنه والسكر مع بعض، هنزل دلوقتي بالبيض بتاعي. زي ما انتم شايفين، بعد كده هنحط الفانيليا بتاعتنا مباشره بعد البيض. زي ما قلت لك فانيليا زي ما انت بتحبي، بس ما تقلليش عن 5 اكياس فانيليا. انا هحط 10، هضربهم برضو. دينا الاول السمنة، بعدين السكر، بعدين البيض والفانيليا، يكون واضح. دلوقتي هنزل باللبن، ثلاث كوبايات. هضربهم. خلاص كده انا بقى ايه، ضربت كل المكونات السايله معايا. دلوقتي هعمل ايه؟ هنزل بالدقيق بتاعي بقى اللي قلنا عليه. انا قلت لكم في الاخر هقول لكم انا عملت كام كيلو لو انتوا عايزين تعرفوه بالكيلو. وهخلط معاه كيس البودر بتاعي واللي هي خميره النشادر. دلوقتي انا ضفت الدقيق بتاعي، وضفت اللي هو خميرة النشادر وكيس البودر وعجنتهم. بصي حسبتلك الدقيق اللي خدوه المقادير بتاعتنا، بالظبط 6 كيلو، يعني المقادير بتاعتنا خدوا مننا 6 كيلو دقيق. بصي بقى انا عجنته، يعني بصي انا جيت لسه مخلصة عجن. عجينة البسكوت اللي احنا بنعجنها مع بعض بأي طريقة تانية، لازم يقولك البسكوت ما يطلعش من ايدك، لان تعرفي ان العجينه ناجحه ان هو ما يبقى ماسك في ايدك كده ما يخرجش منها. لا بقى، الطريقه بتاعتي انا، تعرفي ان العجينه ناجحه ان هو ايه، لما البسكوت كده يبعد عن ايدك خالص، يطلع منها. شايفين بقى، شايفين السمك بتاع العجينه، ما تقلقيش، هتقولي البسكوت تخين شويه، يعني العجينه بتاعته مش طريه ناشفه، لا بالعكس. اعملي الطريقه دي وهتشوفي النتيجه ترضيكي، احلى بسكوت هتعملي. يلا دلوقتي بقى، ده اللي هو البسكوت اللي بنعمله في المكنه، مش هيتعمل في الكيس ولا كده، حتى انتوا زي ما شايفينه هو مش طري، يعني هو مش هينفع تعمليه في كيس الحلواني او كده. اللي هتعمليه في المكنه اللي انتوا عارفينها دي، هنعملها مع بعض وهتشوفوها. ولو عايزه برضو ما عندكيش المكنه دي وعايزه تجربيه في كيس الحلواني برضو، هيمشي، يعني مش هيقول لا. زي ما قلت لك انا عايزه اعرفك، اهو السمك بتاع العجينه يطلع كده من ايدك، ما تكونش ملزقه. يلا نعمله بقى ونشوف النتيجة بعد ما يخرج من الفرن، وانتوا شفتوها مقدما. يلا بينا. دلوقتي هجيب الصاج اللي هنزل فيه البسكوت كده وهدهنه بالسمنة زي ما انتوا شايفين. هجيب المكنة بتاعتي دي اللي بعمل فيها البسكوت، هثبتها كده، هحط كرتونة هنا مثبتة بيها المكنة، وهحط فيها العجينة بتاعتي. هختار الشكل اللي احبه من الاشكال دي، عارفينها طبعا، وهدخلها هنا كده اثبتها، وهقوم ايه منزله البسكوت بتاعي. اقول بسم الله الرحمن الرحيم، زي ما انتم شايفين اختار الشكل اللي يريحك، انا بحب الشكل ده بيطلع حلو. هاخد كده
احط كده بالطريقة دي. اعملي برضو الطول اللي يريحك اهو زي ما انتم شايفين. في حاجات هنا بتيجي زيادة كده وكده، دي عادي هناخدها تاني وندخلها كده كل سهولة. هنكمل كده السجام بتاعته والكمية بتاعته، وبعدين هندخله الفرن وهنشوف شكله لما يستوي. اهو واضح قدامكم شكل البسكوت معانا زي ما انتوا شايفين، زي ما قلنا اهو بمنتهى السهولة شايفين. انا قلت اعمل قدامكم تاني اهو. لوحدك يعني، بصي ايد تعملي بيها وايد ايه تمسكي بيها البسكوت. اعملي البسكوت كمان بالطريقة دي يعني، بسم الله ما شاء الله بيجيب كمية هايلة. الكمية اللي بناخدها من الطريقة دي يعني هتشوفوها معايا في الاخر هتكون قد ايه. يلا نحطه في الفرن ونشوف شكله ايه. دلوقتي اهو حط البسكوت بتاعي في الفرن. الفرن الاول بتاعتي بسخنها، وبعدين براعي ان النار بتاعتي تكون ايه اهو زي ما انتوا شايفين كده، يا دوب هاديه شويه عشان زي ما انتوا عارفين ان البسكوت ده ما بيستحملش، من الحاجات اللي بتستوي بسرعه. تقفل كده عليه يعني، يا دوب ما بياخدش، مش هيكمل معايا ممكن فوق العشر دقايق. عيني كده هتبقى عليه اهو، بسم الله ما شاء الله شايفين شكله اهو ابتدى معايا، شايفين علي ازاي اهو مختلف. عيني كده هتبقى عليه، اول ما يستوي اخرجه على طول يعني، ابقى مبشراه. اقفل عليه. ادي كده البسكوت بتاعنا زي ما انتم شايفين، شايفين شكله اهو استوى ازاي، شايفين اهو. هخرجه دلوقتي من الفرن اهو البسكوت بتاعنا زي ما انتم شايفين، بعد ما خرجناه من الفرن شايفين شكله جميل ازاي فوق وتحت اهو، دايب معايا شايفين، مش ناشف ولا اللي هو البسكوت الطري ده اللي احنا عارفينه. يا رب تكون الطريقة سهلة وعجبتكم. وادي البسكوت بتاعنا كله كده بعد ما خلصناه سوا كده مع بعض. صدقيني اعمليه بنفس الطريقة والله مش هتندمي، هتحصلي على احلى طعم للبسكوت. ولادك برضو هيحبوا البسكوت قوي لو ما بيحبوش، صدقيني الطريقة دي حلوة وجميلة قوي، بتدينا نتيجة حلوة وبتدينا برضو زي ما انتوا شايفين، شايفين الكمية بسم الله ما شاء الله كتيرة ازاي. يلا بقى كل سنة وانتوا طيبين واشوفكم على خير. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو ياريت تضغطوا لايك وشير وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد.